يعني أنت شوف تصرفاتك كلش محدودة أمام أمك. أمي غير؟ صحيح أمك، بس هي شوية مسيطرة، يعني خاف أنتوا تتعبوها شوية. شنو الشيء اللي يتعبها؟ بالعكس أصلا نظيمة قائمة بالواجب. وهسه تريدني أني أكون مكان نظيمة؟ مش أسوي، لازم أوافق. توافق؟ يعني أنت ما توافق أن ناخذ بيت البحر نعيش فيه، لكن توافق أنا أصير خدامة ببيتكم، وإلمن لأمك ولزوجها المقبل، النظيمة أختك وزوجها الجاي أيضا. أنا أشوف الفصلية حالها هواية أحسن. هذه حالة مؤقتة. ليش وقت يعني؟ طلع اسمي مؤسسة المعادن، اليوم رح شفت اسمي منشور هناك، وهالأيام لحد أشتغل بالمعاملة. تعيينك خارج بغداد لأن المؤسسة محتاجتنا بالمحافظات. وآني يعني شفتي، يعني إذا تجيني وياي رح تصير مصاريف دبل، لا نقدر ندفع إيجار ولا تقدرين تواصلين عمل، ايش تسوين؟ حتما أبطل. لا، أنت تستمرين تاخذين راتبك مستفاد منه، وأنا آخذ راتبي هناك وتتدبر الأمور. يعني تريدني أني أبقى وحدي بين هذه المجموعة الرائعة من الناس؟ معقولة؟ مالك ما تلاحظت هالأيام بتهمل وضعي وراحتي؟ بالعكس، أني أريدك بأمان، بس هسه إحنا محتاجين أهل. مالك، أنا صحيح أحبك، صحيح إحنا بعدنا بداية هذه العلاقة، لكن أنا هواي أحبك. حب إليك اللي يخليني أشوف مستقبلي بشكل أكثر وضوح. مدافع دا أشوف مأساتي رح تتكرر ببيت أخدمي، مو بس اثنين، لا، ستة أشخاص. يمكن رح أصبر يوم، يومين، أسبوع، شهرين، بس بعدين بالنهاية شو أسوي؟ أكيد لو أفر بجلدي، لو أستسلم الأمر الواقع وأصير سهلة القياد، لا حول إلي ولا قوة. مستحيل، حبنا أقوى. حب إيش؟ تصور حبك رح ينقذني من أمك ونظيمة وأزواجهم؟ يعني أنت ما صدقت تحصل علي أو تربحني حتى بالنهاية تذلني للجحيم، معقولة؟ شو ترضاها لنفسك؟ ندى، لتأمرين بي أنا حاضر، بس بحدود المعقول. إذا أنت قبلين أنا ياش نطلع الطريق راتب واحد بهالهيمة هاي؟ ولا عذاب أمك. مالك، مالك، أنا اشتريت بيك حريتي وخلاصي، مو قيود جديدة. مستريحة خلينا نتفاهم، مستريحة خلينا نتفاهم. نتفاهم؟ ما تقول ليش نتفاهم؟ أصلا أنت ولا مفكر بي، أصلا ولا مرة على خاطرك مرة واحدة. إيش حال لو تزوجنا ومر على زواجنا شهر أو شهرين؟ إيش حال لو أنا صرت حامل ببيت تهجرني بي وتعوفني للصحراء وحدي؟ صرت أمي؟ أمي إيش؟ أمي إيش؟ الله يخليك. معقولة؟ معقولة هالشكل تفكر يا مالك؟ حرام عليك. بعدين أنا شو بسوي للناس؟ شو بسوي حتى واحد يسدني والثاني يردني؟ أنا لازم أروح للشغل. أرجوك لا تطلع إلا بعد ربع ساعة. مو على مودي، بس على مودك أنت. شخطب نظيمة، انت ايش تحكي؟ من اروح اخطب؟ ما يراد فلوس، ما يراد لها ذهب، غراب، غرفة نوم، هدوم. ايش تحكي نظيمة؟ نظيمة انا صدق لازمة ايدي، بس العين بصيرة وايد قصيرة. بعدين بيا وجهها راح اشوف ابوها. يما مو انت راح تاخذين ثلثين رواتبهم، انا اجارهم ومصرفهم، قابل اردنها بهم؟ بعدين بصراحة انا هاي البنية ما عاجبتني، وخاف تجي بهذا البيت وتسوي لي مشاكل. اي ما بيعي لها حيل. انا يما نجربها، واذا ما تفيد نطلق. نظيمة ايش تحكي انتي؟ يعني شلون؟ كلها وقعت براسي؟ ايه براسك ليش؟ يمو عيسى يقول ناخذ غرفتين بهذا البيت تدفعون اجار. شلون؟ من غير خدمتي؟ ليش هي تخدم اهلها؟ قدها لا يسموها خدامه؟ تاخذين الخمسة آلاف لحد الفلس، وفوقها 80 دينار. ما تفهميني لعد، ايش حدا ما بدا؟ شو تغير من وضعي اني؟ ما يعجبك؟ اطلعي. يعني لو طخه، لو اكثر مخه؟ انت تدافعين عن اخوش وندى مو لا بالله، حتى تصيرين مدام براسي وتأمرين تنهين بهذا البيت. كافي يمه، كافي كافي يا زالة، كل هالسنين اللي فاتت كافي. ما تقولي لي شكوا بيها اذا جت مرت اخويا لهنانه وشالت حملي هالمره. ما دا ادري شلون راح تتوالمن وانت كل وحده تشمر جمرتها على اللخ. يمه مو انت موجوده؟ ايه عيني، انت تتعاركن مره صالحك. هسه ما تقولي لي شوكت عرسنا، شوكت قعدنا حتى نتعارك. مو اريد اشوف الترميد الى وين، دا اشوف المستقبل قدامي. بس اسمعي نظيمه،
اللي يجي بهذا البيت يخدم ويدفع ويوفي باللي عليه، اذا انت واذا هي. وين راح؟ شنو؟ ايش طلعت هالمراجعات؟ هو تعينا بعد ما طلع؟ زين يابا، لا عاد فرغوا لي المخزن جوا للزجاج. اي وصعدوها للمكاتب فوق. زين؟ هان الداوي؟ ايش بيك؟ لا العفو ابو نجم، ماكو شيء بس ليش تشوفني مو طبيعية؟ لا بس اشوفك ما مرتاحة. لا بالعكس بس شوية من شغلة. يا معود انا الداوي انطلقي وخلي هالبسمة الحلوة على هالوجه الحلو. اريدك سالم ودايم. دايم بجالج بعطفك وحنانك الداوي. اعتقد اني لازم اروح لانه يعني خلص الدوام. يا معودة هسه معروف بشخطة وحدة بالسيارة يوصلش للبيت. لا ما يخالف انا اروح وحدي. عجب. اريد امر للسوق. مو رحت للسوق؟ اي صحيح، مو الحاجات اللي اريدها ما لقيتها بالاسواق المركزيه، وهم عندي مره للوالد. زين خلي معروف يوصلك في مكان محدد. اي يا ريت. لا بس معروف. نعم. توصل الان سندها للمكان اللي تريده. تؤمر استاذ. مع السلامه. مع السلامه. ديري بالك على نفسك ندى. ضير يمك يمك ابو شيماء يمك. شنو هات نزلين؟ اي راح اطلع من هذا الفرع حتى اطلع بيه للسوق. اتمتت لي الليالي لا نهايه بلا حدود، واتردد من سفرها